هيلثي حين وطبيعي حين جوي جميل تعباني أنا حبي غير كل شيء أصير كلها بعندي أنا تبي تكنولوجي عندي حجي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حجي قادري يعني إيه اللمة واللمة ملتمة مجموعة لو حبيت في بقى كل شيء المعنى والكلمة الفكرة والبسمة عشان أهلك ويت قاعدين تتابعونا اليوم يوم الثلاثاء جينا لكم بحلقة جديدة. موضوع حلقتنا وايد حلو صدق وايد حلو وايد مشوق ولا مشوق إيه مشوق جميل وايد جميل وعندنا ضيف تتعلم أشياء كثيرة إيه إن شاء الله سارة تستفيد وتبطل الإنجليش والبدليات اللي هي فيه. عندنا اليوم ضيف يعني مرموق وايد زين ويعني لا باع كبير بموضوعنا اللي إحنا اليوم راح نتكلم عنه. وش رايك بما ان اليوم موضوعنا مثل ما قالت مريم وايد مهم وايد مفيد خاصه حقنا حق الكويتين والخليج بشكل عام وحتى العرب بشكل كذي موسع اكثر. فاليوم راح نتكلم عن اللغه الكويتيه اللهجه الكويتيه. راح يكون عندنا باحث باللهجه الكويتيه بس ما راح نتكلم عنه لما ان شاء الله راح يكون حاضر معنا على اساس نتعرف عليه ونشوفه قدامكم اكثر زين ونشوف تتش الحلقه عند ابو جاسم. طبعا اليوم يا سلام على تتش الحلقه. تتش الحلقه يا جماعه غير كل شيء فيه غير. تخيل انت قاعد كذي بغرفتك ويدش عليك شخص انت وايد تحبه ما تدري وهو مشهور وهو مو مشهور وهو فنان او دشيت مكان ولقيت شخص انت تحبه وتموت فيه شنو راح يكون ردة فعلك؟ انا من عندي راح اقول لكم لما دوري بالتتش ايش رايك يا بدور؟ اهم شيء ايش رايك يا بدور؟ اوكي لانك قاعد تسوي لي تشك تشك تشك. رايي شنو بالموضوع ولا تتش الحلقه؟ انا الموضوع اليوم يعني عندنا كتاب ماسكته اسرار اللي هو موسوعه اللهجه الكويتيه. الموضوع يعني انتم شفتوا وجهي انا هذاك اليوم بالغرفه وياكم وانا قاعد اقرا المفردات اللي اضحك. ليش؟ لان في كلمات احنا نقولها يعني بلهجتنا ما كنت ادري شنو معناها ولا ادري من وين جايه يعني او تنقال ولا ما تنقال اصلا او تنقال ولا ما تنقال اصلا. يعني لقيت اشياء انا ما كنت اقولها قبل. انا وحمود كنا نضحك عليها لان في كلمات صدق يعني نسمعها بس احنا نخاف نقولها لان خوفك تطلع مسبه او شيء. ايوه بالضبط. بالعكس طلع كل شيء حلو. لا بس شوفوا الكتاب عندي يا جماعه انا من امس موديتها معي البيت وقاعده اقرا صفحه صفحه. صح في كلمات مثلا اقلب وجهك دار 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 لا صفحه جد. صفحه في يعني مثلا عندنا كلمه بزر بعاريه اقلب وجهك كلمات مكتوبه موجوده بالكتاب ولا ومع المعنى. فطبعا عقب انا راح اتكلم اخر شيء عشان شوي الموضوع يصير فن. راح اهم اذا انتم تبون تسالون بالفيسبوك تقدرون تدزون الكلمه وراح اترجم لكم اياها اول باول. الكتاب عندي وفي من الف لزد. هو مؤلف هذا الكتاب عندي. مؤلف هذا الكتاب اليوم راح يكون موجود معنا على يعني هو حبيبنا صار على كثر ما ضحكنا على المفردات على كثر ما استانسنا على الكتاب وايد مستانسين احنا اليوم بيكون موجود. تتش الحلقه راح نجاوب عليه بما ان يعني صارت فيني بس في شيء انا اللي حقوله انا اللي حقوله هضحك مسكين بدر كل يوم على الهواء نفضحه بشغله فضايح بدر بقادر. عموما اليوم ثلاثه نسينا نقول لكم ان اليوم فقره الهيلثي بدور في وايد اشياء محضرها لكم وكذي مو محضر شيء خليكم معنا تابعونا اكيد تبون تعرفون على الضيف اكثر بس خلونا نطلع فاصل صغير فاصل تراثي ونرجع. هو يا مان ردينا من الفاصل السريع جدا على قولة نواف هو يا مال ردينا. طبعا عندنا هني المشعوذة يعني قضبت لنا البومة مالتها واقول لها البومة فقر نسأل الأستاذ ايش رايك بموضوع ان البومة فقر؟ يقولوا البومة علامة الفقر
قولون بقرون. طبعا نرحب باستاذنا طبعا يا جماعه استاذنا خالد عبد القادر الرشيد، كاتب الكتاب الجزء الاول والثاني، وهو ما شاء الله عليه طبعا يعني هو اللي قاعد يعطينا ترجمه الكلمات القديمه الكويتيه على طريقه الشيء اللي احنا ما نقوله قاعد نقوله الحين بطريقه يعني ممكن نادره جدا ان نقول كلمه كويتيه قديمه وتطلع من عندنا حتى لو قلناها مو فاهمينها. واكيد حياك الله معنا استاذ خالد، باحث في تراث الكويت. الله يسلمك. انا ما ابي ادش عليك شيء يعني يعني بس قريت انا عن تطور اللهجه الكويتيه، ابيك الحين يعني تناقشنا انت بوجهه نظرك ان تطور اللهجه الكويتيه شلون طلعت شلون صارت لما يعني حتى اندثرت كلماتنا احنا الكويتيه قبل، الكلمات الحلوه اللي مثلا يعني رنتها على الاذن حلوه وطريقه كلامها لما تقولها هم حلوه. نفس كلمه تشود. اي تشود. خلينا نصور اللهجه مثل الكائن الحي، مثل الانسان، خلينا نقول مثل الانسان، نحبسه نعدمه ونطوره و يموت الحالة. نحبس ونعدم كلمات الشتم واللعن والطرد وهذا، نطور كلمات الحب والغزل وما بين الأزواج وبين الإخوان والربع وكذا. تموت كلمات اللي تتبع مادة. مثلا لو أسألكم الحين شنو حب؟ شنو حب؟ مو حب، حب. إيه؟ لا لا مو هذا حب وايد رحت يبرين الحب هو لأن ما شفناه فما ما نعرفه لأن ماتت الأداة هذه اللي هو الزير مع الماء أو البرمة اللي يحطون فيها ماء قبل يسمونها حب. أها أوكي زين، لأن المادة هذه انكسرت أو انتهت راحت معها فاندثرت خلاص. أي ما حاولنا نحط لها بديل لانه ما في لها شبيه بالشكل. يا ابو براده. يا ابن براده. خلاص احنا اخذت اسمها براده انتهى الحين، ولا نقدر احنا نسحب هذا الاسم منها، وكانها جنسيه كويتيه اعطيناها ختمنا لها بال 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 مدن كويتي بس براده جديده. اعطيناها ارض وقرض وقعدت عندنا. بالضبط. فهذه المفردات يمكن اللي نلاحظها اللي يصير التفاوت ما بينها مثل ما تفضلت اللي هو التطور. احنا على طول مفردات قاعد تدخل علينا. قبل 20 سنة أو 25 سنة ما نعرف شيء اسمه كيوي. الحين استوردنا عرفنا حطينا ما عطينا اسم من عندنا. لا عطينا اسم الأصل المنشأ. ليش؟ لأنه ما شفنا مثله من قبل. ولا كل شيء شبيه له من قبل. حلو. بساعد في سؤال على طار الكيوي ما كيوي. معناته إحنا عندنا بالكويت ما شاء الله عدد الوافدين أكثر من عدد المقيمين يعني الكويتيين نفسهم السكان الأصليين. فصعب علينا إحنا شلون نتمسك بلغتنا. شلون مثلا تجي لنا من بلاد الشام من الاتحاد المغاربي من مصر من دول هذه كلها لهجات كل وافدي مع لهجته فشلون احنا نتعرف عليهم نقعد معهم نعيش معهم شلون هني دور الاسره نحافظ على اللهجه مالتنا الكويتيه. قبل لا اجاوبك على السؤال المهم هذا اقول لك انا حاسه اتصلت فيني واحده من الخوات قالت لي مو معقوله يعني ادخل بيتي القى ولدي يكلمني فلبيني وبنتي تكلمني اثيوبي فتوقع شنو ردت فعلي او شنو رديت عليها؟ قلت زين زياده ثقافه. لا زياده ثقافه ايش معنى تدخلونا مدرسه تعلمون انجليزي وفرنسي زين بس فلبيني وهندي وهذا لان اقل درجه؟ اي الناس ايش عرف يعني مثل يعني تاخذ ثقافه وزياده وعي. اي ما فيها شيء خليه يتكلم دام انه يدور بينكم بالبيت حديث ما بين الاب والام حديث كويتي الولد ما ينسى. إذا الأم كويتية الولد ما ينسى لأنه يتلقى منها وهو بطنها المفردات اللي قاعد تكررها وإذا كانت أغاني كانت حديث هذه أبحاث علمية يمكن أثبتوها. فلا تستغربون لا تقولون والله هذا غلط أو ما المفروض أن احنا نخليه يختلط في الجالية الفلانية عشان لا تنتقل للمفردات. احنا قاعد تدخل علينا المفردات بس نظل حسب دراستي انا يمكن 12 سنه تقريبا في الكتاب او 10 سنين لنهايه الكتاب المفردات الكويتيه محصوره داخل حزام ما تطلع لا حد يدخل عليها ولا يطلع منها. شنو اللي يزيد علينا؟ المأكولات. ما نعرف شيء اسمه حمص ولا نعرف شيء اسمه تبل ولا فتوش تبوله ولا تبوله ما كنا نعرف هذا قاعد ناخذ
اي لا ورق عنب هذا عندنا يابا زمان ورق عنب بالزيت دخلت علينا هالمفردات هذه اكثرها على المأكولات اكثرها على الاكسسوارات ما عندنا شيء اسمه فيديو قبل ايه الحين انتهى الفيديو اكو عنده منو عنده فيديو بيته ماكو الحين كله دي في دي صح انتثرت ماده الفيديو وراحت مع مفرداتها بيستخدم دثرت زين ويت مكانها البيك اب او الستيريو او السماعات والستيريو او السماعات ف المفردات قاعده تزيد ما قاعده تنقص المفردات الكويتيه موجوده محافظ عليها اللهم ننسب او نستبدل بعض المفردات نتيجه يعني التطور بس تاكد ان ما هي يعني معضله تخافون منها يعني ما هي يعني مشكله يعني سجل المقاله اللي قلتها ان اللهجه الكويتيه ماتت وعلى قولتهم التقاليد قاعده تحتضر يعني هذا شيء خطر لا هذه انا ذكرتها نعم هذه ذكرتها انا في احدى الصحف ومع الاسف ترجمها المحرر بالخطا قلت اللهجه الكويتيه ما تموت تندثر بعض المواد مثل اسماء انا تلقى على سبيل المثال اسم جميل للبنت مثل رنا على سبيل المثال او اسم من الاسماء الجديده هذه تلقى اختها الثانيه حصه او شيخه من الاسماء القديمه انت عندك الحين مفردات قاعد تستخدمها زين تبي تعطيها اسمها الاول او اسم ثاني خيارات موجودة عندك وانت خيارات عندك يعني لا تستنكر انه والله خلاص انا احط حد زين ان اللهجة تموت لا اللهجة ما تموت اذا ماتت كلمة طلع مكانها كلمة ثانية زين يا انه شبيهة لها او انه تكون ماخذة احرفها الانجليزية او كلمة تكون مستوردة انجليزية مثل ما عندنا التلفزيون والفيديو والتليفون والمسجنج والامور هذه كلها انزين على طاري ان دشت علينا كلمات انجليزيه وكذي يعني قبل كلنا ندري ان الكويت كانت بحكم المهن والتجاره كانت تروح حق الهند وكانت مثلا تحت الحمايه الانجليزيه وكذي فدشت علينا وايد كلمات انجليزيه ووايد كلمات من الهند وللحين تمت ويانا انا بس ابي اسال هل في مثلا كلمات يعني تبدلت ولا هي الكلمات كان اصلها موجود كلمه انجليزيه بالأساس أولاً نقيس عدد المواد الموجودة حالياً في الكويت بسنة 2011 وعدد المواد الموجودة في 1700 أقل صح. عندنا مجال أن نزيد مفرداتنا هذه النقطة النقطة الثانية الكويت كانت مركز مرور تجاري من فارس من إيران ومن العراق والشام وتركيا كانوا يجون يقعدون بالكويت بعضهم يشتغل يطلع له فلوس على اساس يروح مكه يحج زين هذول يجون يبيعون موادهم مثل كلمه غوري زين تركيا اللي هو مال الشاي صح؟ اي تركيا قديمه عندنا بالكويت لو تجي تطالع انت الخريطه ايش بعد الكويت عن تركيا؟ صح طيب من سؤال ثاني ليش الشام ما يسمونه غوري ليس من بريق اقرب بريق مع انه اقرب اي ترى على فكره الوضع الجغرافي ترى وايد مهم على تنقل المفردات فاحنا بيننا وبينهم تركيا الشام بالشام اللي هو المعروف الهلال الخصيب خلينا نسميه الاردن وسوريا عندنا العراق بعد طيب ليش يستخدم هناك ما يستخدم هنا طلع الشخص اللي مستوردها زين على هذا شو اسمه قال اخوه اسمي فلان غوري ويبيع الماده الجديده اللي احنا نعرفها بالبريج زين فاعطيناه اسم بس راحت شو تصير العمليه هذه؟ لاحظ مثل ما قلت لكم مثل الانسان عجبتنا فادتنا صح اعطيناها جنسيه اعطيناها ارض وغارض وزوجناهم بناتنا عرفت؟ كذي قيسها اصبحت الكلمه هذه كويتيه من اصول تركيه كويتية من أصول إنجليزية كويتية من أصول هندية يمكن هذه مادة من المواد فيصير عندنا باللهجة الكويتية يمكن المعلومات هذه جديدة ما ذكرتها في اللقاءات اللهجة الكويتية أيضا تندرج إلى ثلاث طبقات كويتي أصلي كويتي مخلوط